موضوع مهم جدا، ولكن نروح نشوف اهم او اخر اخبار تدريب النادي الاهلي. لسه تدريب النادي الاهلي خلصان من شويه، نعرف ماذا حدث في تدريب النادي الاهلي من زميلنا كريم احمد. كريم ازيك؟ كل سنه وانت طيب. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، كل سنه وانت طيب، وتحياتي ليك وتحياتي لنجوم الاستوديو التحليلي، ورمضان كريم عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي. الله اكرم، ولنا اخر اخبار بقى تدريب النادي الاهلي النهارده. بالفعل يا كابتن اسلام، بيختتم النادي الاهلي استعداداته بكل قوه ومعنويات مرتفعه بشكل كبير لكل اللاعبين والجهاز الفني للمباراه المرتقبه المنتظره، مباراه سموحه، مباراه فنيه ليها حسابات خاصه للجهاز الفني بقياده مستر مارتن الفرد اللي شغال بشكل كبير يا كابتن اسلام خلال الايام الماضيه على جزء تكتيكي بشكل كبير، بيركز كمان على الاطراف. النهارده يمكن بنشوف التدريب تصويب على المرمى، واكثر من مره بيتكلم مع السوليه، بيتكلم مع صالح كجمعة، احمد فتحي، التصويب على المرمى تقيدونه بشكل كبير، قال لهم عندكم قصور في هذا الامر، بتتيح لنا اكثر من فرصه خلال المباريات، عندنا نقص شويه في التصويب. النهارده بياكد على هذا التدريب، وامس كمان كان تدريب على التصويب، العرضيات والفرصات والتخطيطات العكسيه، اوقف المران النهارده اكثر من مره في تلت ملعب، كان بيحاول ان هو يعمل جزء تكتيكي، التخطيطات العكسيه بيركز عليها بشكل كبير جدا احمد فتحي وعلي معلول. النهارده اوقف المران اكثر من مره، في توجيه يمكن في تركيز كبير زي ما بنقول. وكابتن شريف، طب كان بيغششني حاجه دلوقتي على مروان محسن، مين تقول لنا ال 20 لاعب اللي هيكونوا متواجدين ولا لسه؟ لسه كابتن اسلام، يمكن انا متواجد قدام يمكن جهاز الكوره طبعا كالعاده، لكن من الواضح ان لعيبه النادي الاهلي هتتحرك 12 وربع يبداوا يتحركوا هنا، والقائمه هتطلع كمان الساعه 12 وربع، لكن احنا بنحاول طبعا في المحاولات ان شاء الله، والهوا شغال معاك يا كابتن اسلام، ان احنا يكون معانا كالعاده قائمه النادي الاهلي قبل طبعا المواقع كالعاده، ان شاء الله تكون معاك في القائمه الخاصه النهارده بمباراه الاهلي والسموحه. لكن بشكل عام جرعه تدريبيه النهارده كانت قويه جدا لمستر مارتن، كابتن طارق سليمان كالعاده، تدريب الحراس، التركيز الكبير للشناوي ورامي وعلي لطفي، جديه كبيره جدا. لكن بناكد على جاهزيه ناصر ماهر النهارده كان في اختبار طبي كان هيتعمله النهارده قبل المران، ناصر كان عنده كتمه قويه في وجه القدم اشتكى منها وما كانش متدرب امس في المران، النهارده بيعلن جاهزيته وشارك في التدريب بالكامل، تدريبات الكره شارك فيها بكل جديه. لكن بشكل عام في تركيز كبير واصرار شايفينه يا كابتن اسلام مع لعيبه النادي الاهلي، مع الجهاز الفني، الدعم الكبير والمسانده المستمره من كابتن محمود الخطيب. مروان النهارده، مروان محسن اتمرن ولا لا يا كريم؟ اتمرن يا كابتن اسلام النهارده، اتمرن التدريبات الجماعيه؟ اتمرن في التدريبات الجماعيه، تدريبات الكره. يمكن الغيابات خلاص تتلخص في سعد سمير وكريم نجد، يمكن خلاص رجع احمد علاء كمان، كان احمد علاء وعمرو جمال الوحيد طبعا اللي لسه بيأهل تأهيل بسيط، لكن الاصابات المطوله طبعا هي سعد سمير وكريم نجد، رجع احمد علاء اللي كان بيشتكي من العضله الخلفيه، تم تأهيل وتجهيز وجاهز ان شاء الله في المباراه. خلاص الاصابات قلت بشكل كبير. حسام عاشور، حسام عاشور الكل متواجد، يعني النهارده يعني كل متواجد كبير في المحاضره الاولانيه، حتى كابتن محمود الخطيب متواجد. بالظبط، يمكن ده كمان امر مهم جدا، وكان تاثيره يا كابتن اسلام مع اللعيبه ووجوده اجتمع باللعيبه كده طبعا قبل المران امس، كان كلام مهم جدا للعيبه، طالبهم بالتركيز بشكل كبير، خلاص المرحله هتنتهي ان شاء الله خلال الايام القادمه والاسابيع القادمه في بطوله الدوري العام، ان شاء الله عندنا هدف، واللعيبه كمان استجابت بشكل كبير، ووعدت الكابتن محمود الخطيب ان احنا نستمر على الاداء، نستمر على الجديه، ونستعيد سلسله الانتصارات، لان كابتن بيو برضه ربط كمان بجمهور النادي الاهلي، قال الجمهور مستني البطوله دي ان شاء الله تدخل خلال البطولات، ويحافظ عليها النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي باذن الله. كابتن اسلام ان شاء الله بكره يكون يومنا، يكون يوم النادي الاهلي ان شاء الله، برضه كالعاده من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي بندعى كل الناس، كل جمهور النادي الاهلي في الكواليس معاك لحظه بلحظه ان شاء الله كابتن اسلام، من الفندق لملعب المباراه، وان شاء الله بعد المباراه يكون لينا فرحه رمضانيه مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. اخيرا يا كريم، اول ما هتجي لك الاسماء بس بعد اذنك تبعتها لنا، او يعني نجي لك مره اخرى علشان نعرف من هي قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد من ملعب تدريب النادي الأهلي، ملعب مختار التتش طبعا.